عادت رائدة الفضاء الأمريكية من وكالة ناسا ورائدا الفضاء من روسيا وبيلاروسيا الذين كانوا على متن المركبة الفضائية المأهولة سويز MS-24 إلى الأرض أمس السبت بعد مهمة في محطة الفضاء الدولية بعملية هبوط تمت بشكل طبيعي بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس. وأمضى كل من رائد الفضاء الروسي وأول رائدة فضاء بيلاروسية في التاريخ 14 يوماً في المدار، بينما عادت رائدة الفضاء الأمريكية من مهمة استغرقت 204 أيام. ابتكرت شركة سمارت شيب تكنولوجيا جديدة تمكنك من الدفع باستخدام طلائي أظافر خاص يحل بديلاً عن النقود أو البطاقة الائتمانية بمجرد التلويح بظفرك في ماكينة دفع لا تلامسية، وعند تركيبها يتم لصق الرقاقة على الظفر الذي يرغب فيه العميل ومن ثم طلائه بطلاء الأظافر، ويتم استبدالها ما بين 5 إلى 7 مرات كل عام، أي مرة واحدة كل شهرين تقريباً اعتماداً على طول أظافر المستخدم. بدأت منصة أكس إتاحة روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها جروك للمشتركين في خطة بريميوم المأجورة، ويستطيع الآن مشتركو خطة بريميوم الذين يدفعون 8 دولارات شهرياً الوصول إلى روبوت جروك في منصة أكس، في حين أن الروبوت ما زال غائباً عن أصحاب الحسابات المجانية في الوقت الحالي.